السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مشرفيني ومنورني في قناتي، قناة منوعات حسناء. يلا يا جماعة، اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وكل سنة وحضراتكم بألف خير. دعوة خليك في البيت، عايزين نعمل كل حاجة بإيدينا. يلا نعمل حاجة حلوة لأولادنا النهاردة بأمارة دي. كلنا بنحب أمارة دي. أنا عندي حمدي ابني بيعشقه، ويمكن ياكله كده كمان من غير ما يحطه في مية، يعني بمعنى أصح يفتح الورقة كده ويطلع منه قمر ابني. احنا هنعمل النهاردة قمر الدين حلو قوي، هنعمله عصير وهنعمله حلويات. ازاي حسناء؟ هقولكم. تقومي من النوم يا حبيبة قلبي، هتجيبي ورقة القمر الدين بتاعتك، وهتجيبي معاكي 2 لتر مية على قد الورقة بتاعتك، تمام؟ وهتحطي تفتحي العبوة دي وتحطيها في 2 لتر مية، تمام؟ ليه بقى؟ علشان تبوش خالص وتبقى انسجتها باشت بالبلدي الفصيح يعني. ونعمله بقى ايه؟ احلى طبق حلويات، وهنعمل منه كمان شفشق عصير كده حلو في الخلاط. يلا بينا ونشوف التركات ونشوف الخطوات. هنفك العلبة دي ونحطها الاول ونبيتها ليلة، او تقومي من النوم تحطيه في الدورة اللي انت هتعمليه فيه لغاية قبل المغرب. بس انا هبيته ليله احسن علشان خاطر يبوش خالص ويقول انا دوبت ايه دوب. يلا بينا نفكه كده واوريه لكم وانا بعمله. يلا بينا. فتحت اهو يا حبايب قلبي، معلش بقى الكيس كان ملزق، فانا حطيته اهو في الميه. انا هسيبه يبوش ليله كامله، ليله كامله، حلو الكلام، ليله كامله. عايزه تضيفي سكر مفيش مشكله، مش عايزه تضيفي سكر انا ما ضفتش سكر، بس انا هسيبه يبات ليله كامله واغطيه كده. الغطا بتاع الجردل مش لاقياه، بس اغطيه بالطبق ده كده ليله كامله. وبعد كده هقول لكم هنعمل بيه ايه، وان شاء الله نعمل احلى حلويات واحلى عصير قمر الدين لينا ولولادنا. استنوني. ورجعت معاكم دلوقتي. ده البرطمان بتاعي اهوت اللي انا كنت حاطه فيه قمر الدين. انا حطيت فيه قمر الدين علشان يبوش. ليه يبوش؟ كلنا بنبقى عاملينه، بصوا اهو، بصوا بيبقى فيه حتت كده. هو باش بس لسه فيه حاجات تحت اهيت في الارضيه بتاعت الجردل بتاعي اهي. هنعمل احنا ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. هناخد ده ونضربه في الخلاط. بس هنعمل ايه بقى؟ طبعا الخلاط بتاعي لتر، الخلاط العادي اللي احنا في البيت عندنا لتر. كل لتر كوبايه سكر، كل لتر كوبايه سكر، علشان تبقى ايه المعادله تمام. اللي بيحب السكر قليل هيقلله، اللي بيحب السكر زياده هيزوده، تمام. يلا اضرب دي بقى في الخلاط واقول لكم خدت مني قد ايه سكر، ونقول بسم الله. ودلوقتي يا حبايب قلبي انا عملت شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين اهو. برضك انا بعمل بالمعيار ده، يعني هو لتر ولا ايه. خد مني كوبايه سكر زي ما انا قلت لكم، ده للعصير ان شاء الله. وعملت كمان 2 لتر في الجردل بتاعي اهوت. ال2 لتر دول حطيت عليهم كوبايتين سكر، يعني يعتبر 3 لتر خدوا 3 كوبايات سكر. قلنا السكر ده حسب رغبتك انت، وانت اللي بتتحكمي فيه. يبقى ورقة القمر الدين القوام المظبوط الحلو اللي هيبقى معاكي تمام التمام 3 لتر. حلو يا قلبي. احنا بقى ايه قلنا؟ نقسم الحلقة نعملها عصير. هذا العصير بتاعنا هو، هقدمه قدام حضراتكم طبعا، بس انا حبيت اوريكم في الشفشة. والجردل اللي انا كنت نقع فيه القمر الدين طبعا بيبقى فيه حتت كده بتتراب الخلاط قوي لمدة 3 4 دقايق بيتفك معاكي، بدل انت بقيتاه من بالليل. لكن انت لو مش نقعاه بالليل هيحرق الخلاط، ده شيء طبيعي. عشان كده انا نقعته معاكم في اول الايه الحلقة، تمام. ده العصير انا هسيبه يسقع عشان ان شاء الله اقدمه مع حضراتكم، وهتلاقوه تقيل وجميل وحلو. الخفيه ديت بتاعت حضرتك انت، انا عاملاه قوامه حلو، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، تمام. هذا ايه العصير، تمام. طب هتعملي ايه يا حسناء؟ هنعمل بقى احلى طبق حلويات كده لاولادنا برضه، عشان احنا ايه ما نزعلهمش. هنعمل 2 اللهم صل على النبي. بصوا عايزه تعملي لتر مفيش، ما شوفوا قوامه عامل ازاي. طبعا انت لما ضربتيه في الخلاط بقى احسن وافضل، يعني زي ما انت شايفاه كده حبيبه قلبي، وريحته جميله. هنعمل ايه طيب يا حسناء دلوقتي؟ احنا المفروض احنا جبنا الحله بتاعتنا اهيت،
المفروض ان هتعملي دول، اللي عايز يعمل يا جماعة لتر مفيش مشكلة، اللي عايز يزود مفيش مشكلة، تمام. ده باختيارك وده باختيارك. هنعمل ايه؟ هقول لكم حالا دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي انا حطيت اللتر هنا وقلت الاتنين لتر اعملهم عصير اهو. يعني ايه؟ انا رجعت الايه العملية، خدت اللي في الخلاط وسبت اللي في الجردل في الجردل. ليه بقى؟ علشان خاطر اغير من الحلويات ما يزهقوش منها. بس انا العصير عندي بيتجر بسرعة، ولا ده تقيل شوية معايا في رمضان، انما في الايام العادية مفيش مشكلة. طب هتعملي ايه يا حسناء؟ هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. صلوا بينا على النبي، انت صلى عليه يا رسول الله. طبعا انا احب اعمل حاجتي على البارد. اجيب معلقة بس. يعني ايه بعمل حاجتي على البارد؟ انا ما بعملش النشا بتاعتي على السخن خالص. ليه بقى؟ عشان تبقى كده افضل. انا دلوقتي معايا النشا بتاعتي اهيت، هحطها في برطمان. انا هحط دلوقتي يعتبر ده لتر، يعتبر ده لتر، وخدت 3 كوبايات سكر، وقلنا السكر تبع حسب رغبة حضرتك. هننزل بقى كده زي ما انتوا شايفين، ادا 1 الى 2. انا حطيت زي ما انتوا شايفين 3 معالق كبار قوي، تمام، 3 معالق كبار قوي. دول حلوين قوي يا جماعة على اللتر، ده حلوين قوي على اللتر ان شاء الله، تمام. هنقلبهم كده على البارد علشان لما تحطيه على السخن يا حبيبة قلبي بيكلكع معاكي، تمام. انا هقلبه كده واوري لحضراتكم دلوقتي. اه يا حبيبة قلبي، المفروض انا قلبت فيه 3 معالق نشا كبار، 3 معالق نشا كبار على لتر قمر الدين على كوباية سكر. قلنا السكر حسب الرغبة عشان الناس اللي مش بيحبوا السكر كتير مش يزعلوا مننا. انا بقى دلوقتي هرفعها على النار، تمام، وهتنيني احطها لغاية ما تبدأ تسخن خالص. اول ما تبدأ تسخن خالص حركة التقليب مش هتفارق ايدي علشان النشا مش تحرق او تلزق في ارضية الحلة، تمام. وان شاء الله قبل الغليان هقول لكم هنحط ايه عليه علشان خاطر يبقى ريحته جميلة وحلوة، ونقول بسم الله على البوتاجاز ويلا بينا. انا نضفته على النار زي ما انا قلت لكم، بس انا ما رضيتش ان انا ايه اطول عليكم. يعني بصوا على التقليب اهو، بصوا بصي يا حبيبه قلبي بدا يتقل اهو، وتحسي ان طرف المعلقه بدا يعمل ايه، الحته اللي هي الصغنونه اللي انت شايفاها دي كده بدا يتقل معايا. الفتره دي بقى ايدك ما تسيبش الحله خالص. ليه بقى؟ علشان النشا انا عاملاها على البارد زي ما انت شفتي كده، النشا بيبدا يمسك او يعمل قوام بالبلد بتاعنا بقى يقلبظ، فلو قلبظ منك هيبقى مكلكع، ولو بقى مكلكع مش هيبقى حلو. يبقى انت حضرتك يا تتنيكي تقلبيه كده وايدك تبقى ايه في كده يا حبيبه قلبي. هو بدا يتقل معاكي اهو خلاص. اول ما يتقل بقى عن كده شويه يعني يسخن كمان، نحط كيس الفانيليا بتاعنا. هنحط كمان كيس الفانيليا بتاعنا اهو، هيدي له ريحه وطعم ان شاء الله يا قلبي. خلاص اول ما يتقل معايا هقول لكم. شايفه يا حبيبه قلبي بدا يعمل ازاي؟ يا رب الكاميرا تكون كده واضحه. بصوا بيغلي او بيقبقب. انزل بقى بكيس الفانيليا بتاعي اهو واقلبه كمان عشان يبقى كله بالظبط زي ما احنا متفقين كده، ايه تقليبه واحده. هسيبه بقى يعمل نفس الحركه اللي حضرتك شفتيها تاني عشان نتأكد ان كده خلاص غلي معايا وبقى تمام وميت فل وايه وعشرة. وكل سنة حضراتكم بألف خير يا رب. طبعا قمر الدين يعني رمضان، طبعا قمر الدين يعني رمضان. بصوا كده بقى كده انا هطفى عليه، ويلا بينا بقى عشان ايه نغرفه مع بعضينا كده ايه على طول. وزي ما انت شايفاه كده والله ريحته جميله وقلب المطبخ، وريحه الفانيليا طبعا هتزود الريحه وهتدي له كمان طعم ونكهه مختلفه شويه. ابدا بقى اطفي عليه زي ما انا قلت لحضراتكم كده، ويلا بينا نغرفه دلوقتي. حبايب قلبي نصبه كده مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. قمر الدين انا ما بحبوش تقيل قوي، وانتي لو عايزه تقليه قلبي بايدك تزودي النشا، بدل ما يبقوا 3 معالق نشا يبقوا اوكي 4. بس انا بحبه
مش تقيل قوي لانه لسه هيتقل برضو، بس صدقيني بيبقى طعمه جميل قوي. زي ما انتي شايفة كده وفايت كمان اهو زي ما انتي شايفة. عايزة تقليه يا قلبي مفيش مشكلة، عايزة تقليه مفيش مشكلة. انا هسيبه يبرد شوية خالص علشان خاطر لما يبرد احطه في التلاجة واحط فيه بقى المكسرات اللي انا عايزاه. انتي بقى عايزة تحطي جوز هند مفيش مشكلة شغال، عايزة تحطي سوداني، جوز هند، زبيب، اي مكسرات انتي بتحبيه. في بقى بيحبوه سك، انا معايا كده بيحبوه ومعايا كده بيحبوه، فانا هعمل معاكم طبقين كده وطبقين كده. يلا بينا بقى نسيبه يبرد علشان نقدمه مع حضراتكم. وده يا جماعة بعد ما برد بس لسه ما دخلتوش التلاجة، هو فات بس ساعة عليه لسه ما دخلتوش التلاجة. بصوا لسه ما دخلتوش التلاجة والله، اهو لسه ما دخلتوش التلاجة، دخل لسه بيرقص. ليه ما حطيتوش التلاجة؟ انا حبيت ان انا اصور بس عشان انا ورايا 100 حاجة اعملها. معلش انت هتسيبيه بقى بره لما يبرد خالص وتدخليه التلاجة وبعدين زينيه انت بقى زي ما انت عايزة. وادي كوباية القمر الدين بتاعتي اهي، شوفوا جمالها وحلاوتها اهيت، وبألف هنا وشفا حبيبة قلبي. كده نبقى عملنا العصير وعملنا الحلويات بتاعتنا. طبعا انا سبت التزيين لحضرتك، انا عندي زبيب وعندي جوز الهند نوعين اتنين مبشور، واللي هي الضوافر اللي هي العريضة يعني، وعندي زبيب وعندي جوز الهند. بس انا ولادي بيختلفوا شوية في الحاجات دي. انا ولادي انا حمدي ابني بيحبها سك، ده بياكلها اصلا من غير ما تتبل كمان. فانتي حضرتك حسب ذوقك انتي هتعملي، يعني ايه ذوق حضرتك اللي انتي حباه، جوز هند شغال، زبيب شغال، بندق، فستق، اللي يعجبك. وكل واحد وعلى قد حاله. انا من دقاشي احنا بنقول اطبخي ووفري، يعني ما ترهقيش نفسك. تمام. وده يا حبيبة قلبي انا زوقت معاكم اهو، معلش الكاميرا كانت هتقع، التليفون كان هيتكسر. الحمد لله دلوقتي انا عملت معاكم طبق بالسوداني ومعايا طبق تاني بجوز الهند اهوت، ومعايا طبق بالزبيب ومعايا جوز الهند المبشور زي ما انا قلت لكم. انا كنت موريها لكم مشتريات، بصوا اهوت عامل زي الشرايح كده بالظبط. وطبعا العصير زي قدام حضراتكم، وده انا عملته سكة خالص علشان خاطر اللي يحب ياكله كده. ويا رب كده الحلقة تكون كانت حلوة ومفيدة وخدتوا منها افادة يعني، ويكون المحتوى يكون وصل بسرعة. واشكركم جدا حبايب قلبي، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد منا. وكل سنة وحضراتكم بخير، والف هنا وشفا للي يجرب ويكتب لي في الكومنتات. انا بشكره ونورتوني وشرفتوني، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.